السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع ظريف، أي موضوع أنت عايز تكتب عنه مجرد بس تديله الكلمة اللي أنت عايزها. وليكن مثلا أنا عايز أتكلم عن Building Information Modeling، ونشوف هيبدأ يكتب لنا المقالة ازاي. فبيقول لي Introduction to BIM و BIM Software و BIM Process و BIM Application. طيب خلينا نشوف BIM Process. خلي بالك ان هو مش بينسخ من مكان تاني، تمام؟ فهقول له ستارت، فكتب المقالة بالشكل دوت. وبيقول لك انت لو انت عايز اكزامبل او كويس او تسأل اسئلة، فخلي بالك ان هو بدأ يفتح لك موضوع ممكن يكون انت ما عندكش المعلومات الكافية، لكن من خلال الموضوع اللي هو بيعمله هتبقى متقن للموضوع دوت. اكزامبل اهوت. طيب خلينا نقول له هيستوري اوف بيم، فكتب لك المقالة اهوت. طيب بيم سوفت وير، فكتب لك المقالة واكزامبل، هيبدأ يجيب لك امثلة، تمام؟ خلي بالك ان هو ما قالش اسم سوفت وير، هو بيفكر في الفكرة نفسها. بيم ستاندرد، فبيتكلم عن البيم ستاندرد اهوت.